ماشي يا كابتن، يعني في البداية طبعا أكيد بوجودك معايا النهاردة هسألك على ماتش المقاولين العرب، عايزة أعرف شفت الماتش ده إزاي من وجهة نظرك الفنية؟ والله طبعا يعني الواضح جدا طبعا ان مستر جوميز ان او اللعيبه عامه كمان ان يعني نادي الزمالك ترام له نادي بطولات، نادي متعود على ان هو يلعب على البطولات والمكسب. طبعا واضح ان ما فيش دوافع عند اللعيبه، ان احنا اللعيبه حاسه ان ما بتلعبش على بطوله، فده مخلي اللعيبه شويه ما فيش روح، ما فيش دوافع غير لما بيكون بينافس على البطوله او او او. وطبعا انا يعني اللي شايفه مستر جوميز الراجل بيحاول ان هو طبعا يريح اللعيبه، بيعمل يعني حته يعمل روتيشن طبعا. بيحاول يدفع النهارده باللعيبه الصغيره، بيحاول يخرج بمكاسب من الموسم، سواء مكاسب النهارده ان هو يقدر يشوف اللعيبه كلها، سواء اللعيبه القديمه منهم طبعا اللعيبه الاجانب او اللعيبه القديمه، ويقف على حالتهم، وكمان يقدر يدفع بعدد كبير من الناشئين، يقدر يقول ان شاء الله بدايه الموسم هتبقى النهارده انا معايا فلان وفلان، يقدر يقول النهارده انا هعتمد على اللعيبه الصغيره، واحد اتنين تلاته من اللعيبه الصغيره ممكن يبقى من مؤثر بشكل مؤثر كبير ومن في الفتره اعمده الجايه. الفريق في الموسم الجديد، يقدر يقف على حاله اللعيبه، يقدر النهارده اللعيبه اللي هي كانت مصابه واحده واحده ترجع. امبارح شفنا شيكابالا يعني برضو مستواه امبارح برغم انه لسه راجع من فتره اصابه، لكن ما شاء الله مأدي أداء كويس. فالنهارده طبيعي، النهارده الدوري المصري مش منتظم، اللعيبه بقى لها فتره طويله ما بتاخدش راحه، فهو بيحاول ان هو يريح بعض اللعيبه ويجرب اللعيبه بالظبط، ان هو حاول ان هو النهارده عشان يدخل على الموسم الجديد يبقى النهارده اللعيبه واخده راحتها، بدل ما الموسم اكيد هيلحم في الموسم الثاني وهتبقى مشكله كبيره، يبقى ما عملش حاجه. عندنا سوبر افريقي كمان بالظبط، مهم يعني هو بيحاول زي ما بنقول بالبلد كده بيمسك العصايه من النص، بيحاول الزمالك، خلينا نكون صرحه وواضحين، طبعا ما مش بينافس على البطوله اكيد، فالنهارده طبيعي ان انا احاول اطلع بافضل المكتسبات. النهارده في ناشئين مكاسب عندنا، في مكاسب كويسه ان احنا النهارده دفعنا كم كبير من الناشئين، ولسه في ناشئين كمان ان شاء الله هياخدوا فرصتهم، لسه ما لعبوش ان شاء الله في الفتره الجايه.